سحب معاشات المتقاعدين أمر بالمهم، إلى أن الأهم الامتثال لقواعد الوقاية والسلامة. ذكرهم بجملة الإجراءات الوقائية، خاصة ارتداء الكمامات، تعقيم الأيادي باستمرار، احترام مسافة الأمان، عدم التزاحم والتدافع إلى مكاتب البريد، عدم التوافد دفعة واحدة وفي توقيت واحد إلى مكاتب البريد، فمكاتب البريد تشتغل طوال اليوم وطيلة أيام الأسبوع، فلا داعي للتوافد في وقت واحد. الكورونا هذه بعد على هذا الأساس كل واحد بعد مترتين ويخلصوا بنظام ما شاء الله، يعني ما كاينش يعني مشاكل. الأمور لاباس، كاين اللي فاهمين كاين الله غالب. ومع اقتراب تاريخ صب معاشات المتقاعدين، إجراءات اعتمدت لتفادي الاكتظاظ في مكاتب البريد. احترام الرزنامة الجديدة لصب معاشات المتقاعدين، حيث تم توزيعها على وقت أكبر من أجل تفادي الاكتظاظ على مستوى مكاتب البريد. السحب عن طريق الموزعات الآلية لبريد الجزائر أو الموزعات أيضا الآلية للبنوك عن طريق البطاقة الذهبية، إضافة إلى استعمال كل الخدمات التي يمكن تأديتها عن بعد، التي خدمات الرقمية الجديدة التي طورتها مؤسسة بريد الجزائر. السحب عن طريق التوكيل الاستثنائي من الحلول تفاديا لتنقل كبار السن واصحاب الامراض المزمنه. راهي عندنا لا بروكيراسيون كوفيد هذه، يعني هذه راهي تعاون بزاف الوالدين تاعهم باش ما يديبلاصاوش لي بيرو بوست، راهو مرض كبير سيتو كيكون ضغط هذا، نطلبوا منهم هما يعمروا لا بروكيراسيون وهما يتقدموا للمكتب البريد وهما يديروا العمليه في بلاصه والديهم. هذا ويمكن للمتقاعدين تأجيل سحب أموالهم إلى أيام أخرى كإجراء احتياطي ووقائي.